أهلا بكم مشاهدين. لسه أزمة كهرباء مع نادي الزمالك مستمرة، ولكن سيناريوهات جديدة بتستناه يوم الخميس 2 فبراير، ومن المفترض أنه يتم حسم الخلاف. وبالفعل كشف الإعلامي محمد شبانة أن محامي محمود عبد المنعم كهرباء لاعب النادي الأهلي جهز سيناريو خاص للتعامل مع جلسة الاستماع يوم 2 فبراير اللي جاي، وبيستند فيه محامي كهرباء إلى أنه لا يجوز فرض عقوبة جديدة إلا بعد نهاية العقوبة الأولى في الصيف اللي جاي، بعد ختام فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية المفروضة على نادي دي بيترو البرتغالي. ووضح الإعلامي محمد شبانة أن الزمالك أرسل اعتراضا للفيفا من 11 يناير اللي فات، وقام اللاعب بالرد بشكل رسمي من خلال محامي، وأنه يريد السداد وعشان كده بيرغب في المشاركة عشان يدفع الغرامة. أكد أيضا أن قيمة العقوبة المالية زادت مع ارتفاع سعر الدولار، وهي مناصفة مع النادي البرتغالي، وأن كهرباء على استعداد لدفع ربع الغرامة مباشرة، ولكن نادي الزمالك طلب إعادة إيقاف كهرباء لحين سداد الغرامة، وكل طرف يعمل وفقا للوائح والقوانين. أما بالنسبة للسيناريوهات المتوقعة يوم الخميس 2 فبراير، فمن الممكن أن تصدر لجنة الانضباط قرار بتأجيل مناقشة الموضوع لحين نهاية العقوبة في الصيف اللي جاي، ومن الممكن أيضا أن تبت في ملف تقسيط الغرامة، وقتها هيشارك اللاعب لحد شهر أغسطس. أما في حالة إيقاف كهرباء من لجنة الانضباط، فإن محاميه هيجهز مذكرة على أساس أنه قرار جديد، وهيتم اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية كأس، هيطعنوا على القرار ده، وهيشارك بصفة طبيعية لحين حسم القضية. أما في حالة الحكم النهائي مجددا بضرورة تسديد كهرباء، فهيقوم بدفع المبلغ المالي، وهو مجهز المبالغ المالية بالاتفاق مع النادي الأهلي. وكان كهرباء قد رحل عن الزمالك في صيف 2019 رغم سريان عقده لينتقل إلى دي بيترو البرتغالي، ويرحل عنه بعد 6 أشهر فقط، وفسخ عقده وانتقل للأهلي في يناير 2022 بصفقة انتقال حر. وتم إيقاف كهرباء عن اللعب 6 أشهر، وهو مطالب بتسديد ما يقرب من 92 مليون جنيه لخزينة نادي الزمالك حتى لا يتم إيقافه مجددا نتيجة لهذا الخلاف. وكان قد كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي عن إمكانية إيقاف محمود كهرباء لاعب الفريق الأول من جديد على خلفية حكم الفيفا لصالح نادي الزمالك، وقال عدلي القيعي سيتم الحكم على شكوى الزمالك يوم 2 فبراير بسبب عدم دفعه الغرامة، وهناك نقطة خلاف حول هل يتحمل كهرباء الغرامة وحده أم يتقاسمها مع النادي البرتغالي. أوضح أيضا أن كهرباء لديه مستحقات من الممكن إعطائها له لمساعدته في دفع الغرامة المالية، وقرار مساعدة اللاعب فني أولا، وبعدها يتم بحث الأمور الاقتصادية. أكد أيضا عدلي القيعي أن محامي كهرباء أخبرهم بأنه هناك صيغة وسط للوصول لحل مع نادي الزمالك، ولكن اللاعب ما زال مهددا بالإيقاف. دي كانت مشاهدينا تفاصيل تطورات أزمة لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهرباء والسيناريوهات المتوقعة يوم 2 فبراير. شاركونا بآراءكم، إيه هيكون السيناريو المتوقع؟ نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.